القصة أكبر من هيك بكتير، لكن أنا أردت أشرح لكم باختصار لحتى تكونوا في الصورة. الموضوع ما هو موضوع تنكد زيت، ولا هو موضوع مظالم، ولا هو موضوع أن يأكلين هم الناس. الجبهة الشامية عند الظلم على الشعب الكردي أكثر من بكتير مما عند أبو عمشة، وحتى عند الحمزات، وحتى عند أحرار الشرقية. وأنا على تواصل معهم دائم، إلى الآن ما ردوا لي مظلمة واحدة. على الأقل في شيخ الحديد وفي القرى الثانية عند كل الفصائل استطعنا أن نرجع بيوت للناس، استطعنا نرجع زيتون الناس، استطعنا نرجع كثير شغلات. أما الجبهة الشامية أبدا لا يمكن، ولا يمكن حدا يسمع لمشتكي، تماما كما جبهة النصرة في إدلب. صراحة هناك وعد بالفور، وعد بالفور أو وعد عبد العزيز سلامة لهذا الفصيل القاعدي بأنه هو يدخل منطقة شيخ الحديد، ومنطقة شيخ الحديد متاخمة لمنطقة إدلب وجنديرس، يعني متاخمة لمنطقة إدلب، وهناك حدود مشتركة راح يعملوا شيخ الحديد مثل إدلب. الآن الجولاني في إدلب الناس ما تستجري تتنفس، نحن بدنا نجيب القاعدة لعفرين. وهي الأخ أبو سرحان موجود كمان من قيادة الفصيل، لا تخافوا حقوقكم ترجع، لكن لا تسلموا منطقتكم لشرزمة الناس، لا تسلموا منطقتكم للناس، للغوغاء، للهمج، للبهائم، للي ما بيعرفوا من الدين إلا القشور، هدول اللي حيطين سواك ولبسين لي قلابية أو قصيرة النورة ومتكحل وجاي. يا أخوان والله هدول رح يسوقوكم سوق الغنم، يعني آسف لهذا التعبير، لكن أقسم بالله العظيم نساءكم رح تصير سبايا لهدول الهمج. هذه هي الاتفاقية، وهذا هو وعد بالفور. فنحن روحتنا بكرة إلى المنطقة لا حتى نفتح أعين الناس على الحقيقة، ونبين الحقيقة هذا والأمر هذا للناس، ونوقف معهم، ونصدر بيان لكل الناس ما بنسمح نحن بدخول جبهة العهرة إلى منطقة عفرين.